امام الراس وكذا والتشابك تاع البصر راه كلها معايير كتدخل في تحديد التامين واش غيكون ولا ما يكونش ولا من غيكون اشنا هي التكلفه ديالو كنطالبوا منكم تشعلوا داك يعني الشروط ديال الوقايه المدنيه باش يبقاو يديروا لنا كل مره يعني ان نسيس هذا اول مرحبا زين منبر النظر سيتي يحضر غان نهار ثاني تاتو غدا رئيس مجلس البلدي سيد الباشا سيد القايد قنا غد زيارة ثاني تاغا السوق غاو مشاني من يوقع الحريق ايوا شنتو ثاني تا كجمعية سيد رئيس الجمعية سيد محمد الكاتب العام أعضاء المغنيت المهم الدور ديال مجموعة من النقاط من بينها التنظيم ديال السوق العشوائية غان غدا نتا بالنسبة للبشا مسببات الحريق مارة وغادي يعني غير التوافق بالنسبه لي وانا نشين يعني كتجار كمجلس البلدي خصني نيري بعدا يجن التعاون جارنا باش نفك مار المشاكل المسببات غادي يعني الحريق يعني انت حصوري في صوريف خاصه محاربه تما وانا يعني التجاره العشوائيه يعني قرص الشين مر من سبب يعني عرقلة الحركة داخل ونث فضاء المركب التجاري رخو يعني مر المجهودات سواء السلطات سواء المجلس البلدي نشين كأعضاء الجمعية نناشد جميع التجار يعني باش هذا يعني كل جنة ديري غا المسؤولية الناس ديري في مستوى المسؤولية باش يعني ان شاء الله انا نجنب يخفنا غنجنب يعني الارزاق النغزي دكان هنا الحوادث توقيعا خاصه وانه يقصح الخو بوركي زار يعني الحارق خميدي تصلح حفظو يستارق في المقر خشي عادين غنخريع يعني بنادم ارزق نسقت والد خشي نارزق ما راه قداني تا السوق للاجتماع وانيثا نفغايج الصيغه هو انه نشي نلقي الاخبار التجار قادين تجي لجنه مشتركه ديال السلطات ديال المجلس البلدي باش تبدل جميع تسمى ما كامل خلل اغارق داخل المركب التجاري وبالمناسبه ثاني تنتازي التجار كل جنة يلتزم لحد النص وهذا بعد يعني وني غاديش نحاش تم ونفوضا غاتيكس نشتي نتازي الجميع يعني باش نخارتن ديال الاصلاح وانيتا ينعزو ان شاء الله نجي نمركب هذه رغاس يجن مستقبل ظاهر ينعزو غتفدي وذانا غنغد دكور ندانيتا نعزو الفضاء هذه يعني نقي هذه تسمى حتى لا خ التجار لا خ المرتفقين يعني نساور خيج النقطة هو أنه يخسى نعزو السلامة للجميع الجميع لا نمشي للتجار لاني غنغدي تسال ونتمنى ان شاء الله الله سبحانه وتعالى غنوفق ديال المبتغى يا وانيتا ونتعاود ثانية غنغيج لقاء سابق بعد المجلس البلدي تغنتعاود دراسة شاملة لإصلاح المركب التجاري لأنه بناية قديمة لابد يخصص إصلاح والتفكير في هذا نشين يعني كنركز نعاود ثانية باش أسنى فيش الصيغة إن شاء الله يزيغ نعدر ملايين. نهار توا نتواجد داني تغار غير وينث غير من يوقع الحريق توي حضر السيد الباشا سيد رئيس جماعه النظار المجموعه المسؤولين توي دانيتا توي في نفس الوقت سيد توكبن تسمى الورشي غانغدانيتا على حساب باش تسرع الوتيره نوينث نخدم باش تسمى التجار الدور غير المحلات نسن في الدرجه الاولى ونقيج اجتماع دانيتا غادي وسط السوق نسيور خطاص النقاط من بينهم النقطة خنسيور هو تحرير الملك العام يتسمى بالنسبة لكولوار المداخيل يخصها وتير انشاء يخص التجار يتسمى تحمل المسؤولية يتسمى هذا التزما مجلس قانس النظام كم وتص النقاط يتسمى تص الأسباب ضد الحرائق توقعا يتسمى الأسباب تفذ مثلا السلع يتغي من غبار را ذوينا تنسيو العاود بالنسبه ندور غير غوينا غير النقطه يخ نناقش بعدا نقطه نفاش قناص وقايه الشمس بالنسبه للوقايه اللي خصها ضروري لان بعض البشان يتسمى وجين بو صالحين ويناث يتسمى قابلين مجلس قاني يتسمى يتمسي ذيني
من اللي شغينا ذين تما ذين التس ذين نجيش التنسيق جار نشين كجمع جمعية المركب ذ السلطات الجماعة المحلية باش نجيش 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 عمل مشترك نهار الأربعين إن شاء الله باش وحنا في طلب الله يجازيك بخير غير في إطار السلامة كنطالبوا منكم تفعلوا ذاك يعني شوية ديال الوقاية المدنية باش يبقاو يديروا لنا كل مرة يعني النسيسي هذا كلينات كلينات ولي بوشون دانسوندي يعني يبقاو يراقبوا لي بوشون دانسوندي يعني لا ربما يدخلوا في التكوين ديال بعض الإخوة التجار هنايا يعني تدخلك الأولية ديال الآخر لا مرحبا هذه ديالكم هذه ديالكم ما فيش هذا ما عندناش مشكل انا غادي نديرو غادي نزل ولكن الامر غادي نقول لكم بان السيد انا شكون واحد كبير سهوليه من اجل وضع واحد التصميم ديال الانقاذ ومحاربه الحريق على مستوى ككل انشاء واحد العدد من نقاط فعلنا ثم كذلك غادي نستعنوا بدوك الاليات الجديده ديال دوك اللي كانوا وغادي يديروا في مناطق متفرقه كذا باش يكون التدخل فوري. الشرطه الاداريه اللي قائمه من قبل انشاء مراقبه بشكل دوري مزيان. لا 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 سواء كل محل سواء كل لاكس كل واحد بشكل دوري باش نسمع بنيته زائد مراقبه ما يتعلق بالاحتلال الملك العمومي انه زولوجيه وذو احتلال بشكل ديال طريق الجامع هذه اللي المكتب خاص يجد اداري باش نفهموا مشكل لا خير هذا هو مخازن الشؤون الاداريه اسكت بلي فيناليتي بكل شيء الحي وغنقول في البيل يدخل البريطاني تور بلا السوق ينفذ فهمت بلا تور بلا ينفذ تقول لك سمي لهني تنضبش تعقل تعاود المتابعه انا خاطر نهار انا كنت النظام في الشهوه انا النظام شوف يا استاذ النظام مرتبط سلوكيات التجار والمدنيات ايوا ايوا اش خصنا النظام شوف مار لبس بغض النظر شنو خرج مريض صافي